طب وهي بقى نهلة بتقول لك انا بالنسبة لك ايه يا هاني؟ والله لما بتحبني بتقول يا كده هاني؟ بروح مغني لها على طول. لا لا اي برضه وقت بتبقى شاكه هي بالنسبه لي ايه اروح مغني لها دي على طول. يعني خلاص تخطط المرحله دي ولا لسه برضو لا تخطط يعني طبعا من زمان تخطيتها؟ من زمان. انا يتهيألي وعلى محد فكره وحاولت كتير قوي قوي ان انا اغني في البيت كده لوحدي، ما يعني صعب جدا الموضوع ده. ازاي يعني؟ ازاي؟ يعني طب ما يعني غنيش في البيت؟ اوقات كتير تقول لي مثلا عايزك تقعد تغني لي، ف هو انت ما بتغنيلهاش؟ لا لا لا. هو عيب يا اولاد ولا ايه؟ ايوه لما تبقى هاني شاكر وما تغنيلهاش في البيت يبقى عيب طبعا. النبي عيب، باين انه عيب صح؟ انا وقعت في الغلط يا ولد صح؟ لا انا مش قادره اصدق، يعني والله انت ما بتغنيش لمراتك لا يا استاذ هاني؟ لا لا في حفلات بقى واقعد كده وشاور لها وكده، يعني في الحفله وانا في الحفله، بس بجد لوحدنا كده صعب قوي. صعب ليه؟ يعني ما اعرفش قوي اغني اللي انا عايزه، لكن هي عايزه انا اغني لها اللي هي عايزاه. تمام يعني تقعد حقها تقول لي معلش. كده على الكرسي تقول لي غني لي الحاجه، لا ما ينفعش. ما ينفعش، انا ماليش مزاج اغني الحاجه اللي انت عايزاها دي. يعني اختلفنا كتير في الموضوع ده والله بجد. تقول لي ده عيب، يعني مش معقول يعني ابقى انا من معجبينك وما تغنينيش. طيب اغني لك لعيب اللي انا وما عايز يصحش اللي ولا انا عايز يليق اغنيه. وكل حاجه. ما يصحش اللي انا عايز اغنيه بجد. هي بتبقى فعلا حته مود الواحد، نفسه في ايه، بيغني ايه، يعمل ايه. اوقات لوحدي كده وانا قاعد لوحدي تلاقيني بدندن. انما هي تطلب؟ لا هي تطلب صعب، مش لا مش عند معاها لا صعب. يعني جو الحفله طبعا موضوع تاني. لكن لما بقعد في البيت لوحدي كده او قاعد مريح في البيت، مش دايما مود الغنى بيبقى يعني جاهز معايا. يعني هي متفهمه ده وده شيء كويس. والله بس لا احنا مش خلاص متفهمينه. احنا مش متفهمينه خالص نهائي. لا هي حاولت كتير والله يا منى بجد، بس ما يعني طب هقول لك